أيامها السنوات اللي قضيتها في الحياة يمكن نقول 92 عام حيد منها السبع سنين أو الثمان سنين ديال الصغر اللي ما يمكنش الواحد كلها كانت الناس اللي كيعاودوا اللي عاشروها واللي حنا عشرانا مثلا 70 عام بعد ما كان فيهم 4 سنين ولا 50 كانت صديقة أم حنون ويعني في الحق أم هذا ماشي زعما ماشي بوحدها راه كاع الأمهات هكاك أكيد وهو عبد الإله استغلها يمكن نقول استغلها أكثر منا لأن أنا مشيت فرنسا يعني واحد 13 عام يوسف حتى هو مشى لفرنسا أخي صغير هو عاش معاه بزاف عاش معاه في الأيام ديال المحنة ديالو ديال هذاك عمرها ما كانت كتقول لشي حد علاش كدير هذا الشيء ولا علاش كتمشي للنضال لأن هي براسها كانت الحمد لله كانت قريبة للحركة الوطنية إذا عمرها ما تدخلت في الأمور ديالنا كانت تايقة في التربية اللي عطات الحمد لله وحنا فخورين آخر كلمة قالت المرحومة لا الآخر كلمة شنو نقول لك بنتي آخر كلمة دابا شهرين أو ثلاث شهور المهم الحمد لله كانت نشطة كانت تقول كلمات كلها حكمة كلها هذا ما يمكنش شوف نقول لك واحد القضية راه الأمهات كلهم غير ما كنتبهوش غير ما كنتبهوش الأمهات كلهم عندهم كلمات كبيرة جدا هاد الأولاد خصهم يحلوا وديهم يحلوا قلبهم داكشي اللي كيقول الأمهات أنا كيمكن لي نهضر دابا لأن لسني ولي طيب العلاقة عندي علاقة عندي أكثر من ديالنا صافي أكثر من ديالنا اللي ناس كنت ساكن عنده الظروف ديالو كان الناس كيجيو هنا أنا ساكن في قنيطرة يوسف ساكن في صغير في الدار البيضاء كانت مرتاحة بحال اللي كترتاح عندنا كامل السيدات ديالنا كاملين كلهم دينا والسيدة ديال عبد الإله كانت قريبة لنا جدا عاطفيا وقلبا الحمد لله كاع رئيسها كانت بحال نفسها لكن السيدة كبيرة